السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين. بلادنا تدين العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن شحن بالقرب من المياه الإماراتية. ميليشيا الحوثي الانقلابية تفشل في تحقيق أي اختراق في جبهة حجر غرب محافظة الضالع. إفشال هجوم للميليشيا الانقلابية في جبهة الرزامات بمديرية الصفرة جنوب صعدة، وطيران التحالف يستهدف الحوثيين في محافظة حجة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قدم رئيس مجلس النواب سلطان البركاني واجب العزاء والمواساة في وفاة الشيخ محسن بن علي بن معيلي، وأشاد البركاني في مراسم العزاء الذي أقيم اليوم في العاصمة المصرية القاهرة، أشاد بمناقب الفقيد وتضحياته في خدمة الوطن ودفاعه عن الثورة والجمهورية، مشيرا إلى أن الفقيد يعد من أبرز الشخصيات الاجتماعية، لافتا إلى إسهاباته في إصلاح ذات البين وأدواره في عمل الخير. وعبر رئيس مجلس النواب عن أحر التعازي وصادق المواساة للشيخ حسين بن علي بن معيلي والشيخ دياب بن محسن بن علي بن معيلي وكافة آل معيلي وقبائل العبيدة خاصة ومأرب عامة في هذا المصاب الجلل، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. أدانت الجمهورية اليمنية العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن شحن تجارية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. واعتبرت وزارة الخارجية في بيان حصلت وكالة الأنباء اليمنية 7 على نسخة منه أن هذه الأعمال تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي، وأن من يقف وراءها يهدف إلى زعزعة الأوضاع في المنطقة والنيل من أمن وسلامة واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، مؤكدة وقوف اليمن إلى جانب القيادة والشعب الإماراتي الشقيق. وشددت الوزارة على ضرورة محاسبة ومعاقبة الجهة المتورطة في هذا العمل التخريبي الجبان. تسلمت وزارة الصحة بعدن 7 شاحنات من أدوية الغسيل الكلوي المرحلة 4 مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ستوزع على عدد من مراكز الغسيل الكلوي. وقال الوزير ناصر باعوم يأتي هذا الدعم في ظل التبرع السابق الذي يقدمه مركز الملك سلمان لكل مراكز غسيل الكلى في الجمهورية اليمنية. وأضاف الوزير باعوم على مدى العام الماضي لم نحتاج إلى أي مساعدة من أي منظمة أخرى في مجال غسيل الكلى، والدعم الذي استلمناه اليوم لمركز الغسيل الكلوي التي تعمل بأجهزة جامبرو وأثنى على جهود مركز الملك سلمان الداعمة للقطاع الصحي. وقال صالح الديباني مدير مركز الملك سلمان بعدن إن دعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يولي اهتمامه في دعم القطاع الصحي وغيرها من القطاعات الهامة في اليمن. طالبت اللجنة العليا للإغاثة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليزا جراندي التدخل العاجل للإفراج عن شحنات الأدوية الخاصة بمرضى السرطان في محافظة إب وضمان وصولها إلى مركز الأورام المتخصص في المحافظة. كما طالبت اللجنة المسؤولين الدوليين بالضغط العاجل على الميليشيا الإنقلابية لوقف اعتداءاتها ومضايقاتها للمنظمات الإغاثية في اليمن، والتي كان آخرها الاعتداء وإطلاق النار على فريق منظمة كير في محافظة إب والاستيلاء على 279 سلة غذائية. وأكد بيان صادر عن اللجنة أن احتجاز الميليشيا لهذه الأدوية يهدد حياة ما يزيد عن 3000 مريض بالسرطان في محافظة إب، خصوصا بعد نفاد ما يقارب من 50 من أدوية السرطان في المركز المتخصص لعلاج الأورام السرطانية في المحافظة، لافتا إلى أنه سبق للميليشيا الشهر الماضي احتجاز أكثر من 25 شاحنة وقاطرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي تحمل مساعدات إغاثية ومشتقات نفطية خاصة بالمستشفيات في محافظة إب.
تجددت المواجهات العنيفة بين القوات المشتركة من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى في جبهة حجر غرب محافظة الضالع. وأفادت مصادر عسكرية أن المواجهات العنيفة بين الجانبين جاءت عقب هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية على مواقع القوات المشتركة في منطقة حجر التابعة لمديرية الضالع، وحاولت التقدم إلى قرية حبيل السلامة والقرى المجاورة لها. وأشارت المصادر إلى أن القوات المشتركة تخوض مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثي الانقلابية، وكبدتها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح في المواجهات التي لا تزال مستمرة في المنطقة. وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية على مواقع وتجمعات ميليشيا الحوثي في المنطقة. أفشلت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة، وتمكنت قوات الجيش مسنودة بمدفعية قوات التحالف العربي من إفشال هجوم للميليشيا في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء جنوب المحافظة. وأسفرت المواجهات عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، وتأتي هذه العملية بعد التقدم المستمر للجيش الوطني في جبهة الصفراء خلال الأيام الماضية في إطار معركة تحرير محافظة صعدة من الميليشيا الانقلابية. شنت مقاتلات التحالف غارات جوية استهدفت تجمعات للميليشيا غرب بني حسن بمديرية عبس ومخزن أسلحة شرق مديرية مستبى في محافظة حجة. وقال مصدر عسكري إن الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية الانقلابية، كما تم إعطاب عربة مدرعة وعيار 23 مضاد طيران وتدمير مخزن للأسلحة، ما تسبب باندلاع انفجارات متتالية. أعلن مشروع مسام لنزع الألغام التابع لمركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية أن الفرق الميدانية التابعة له نزعت 1420 لقما أرضيا وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الثاني من شهر مايو الجاري. وأوضح مدير عام مشروع مسام أسامة القصيبي أن مجموع ما تم نزعه منذ بداية الشهر وحتى اليوم بلغ 6820، تنوعت بين ألغام وذخائر غير منفجرة وعبوات ناسفة. وذكر القصيبي أن الفرق نزعت خلال الأسبوع ذاته 210 لقما مضادا للدبابات و27 لقما مضادا للأفراد، وبين أنه تم خلال الأسبوع الماضي نزع 781 ذخيرة غير منفجرة وست عبوات ناسفة. وتمكن مشروع مسام منذ انطلاقه من انتزاع 70,539 لقما أرضيا وعبوة ناسفة وذخائر غير متفجرة وفقا لما ذكره مدير عام المشروع. أصدر وزير الصناعة والتجارة دكتور محمد الميتمي قرارا قضى بنقل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة إلى العاصمة المؤقتة عدن، كما قضت مواد القرار بممارسة الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة كافة صلاحياتها ومسؤولياتها وأعمالها من عدن، وتولي الجهات ذات العلاقة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير والتسهيلات لتنفيذ القرار. عبر محافظ محافظة عدن أحمد سالم ربيع علي عن سروره لمعاودة منظمة أطباء بلا حدود عملها وتقديم خدماتها للجرحى والمرضى في محافظة عدن، شاكرا خلال إلغائه نائب رئيس البعثة غزالي بابكر ومديرة مشروع عدن في مستشفى المنظمة في مديرية الشيخ عثمان كل ما يقدمه المستشفى من خدمات قليلة للمرضى من مختلف الحالات. واستعرض نائب رئيس البعثة جملة من النشاطات التي تقوم بها المنظمة في المحافظة والتدخلات التي قامت بها في المستشفى في مجال الوبائيات والأمراض السارية، مشيدا بالموقف الداعم من قبل السلطة المحلية والحكومة التي كانت الدافع الأساسي في استئناف المنظمة عملها في محافظة عدن. افتتح محافظ محافظة أبين اللواء أبو بكر حسين سالم الدورة التدريبية في مجال الفنون الصحفية والتثقيف الصحي التي نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالشراكة مع مكتب الإعلام بمحافظة أبين بمشاركة 25 متدربا. إلى التفاصيل. حضر اللواء الركن أبو بكر حسين سالم محافظ محافظة أبين صباح اليوم الدورة التدريبية التي نظمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة بالشراكة مع مكتب أعلام المحافظة في مجال الفنون الصحفية والتثقيف الصحي بمكتب الصحة
وشركاه لتحسين أداء الأعلام الصحي بالمحافظة. وفي مستهل الدورة التي استهدفت العاملين في الأعلام الصحي بمديريات المحافظة، ألقى محافظ أبين كلمة توجيهية قال فيها: الشكر والتقدير للحضور الكرام. طبعا الجانب الأعلامي ذو اتجاهين حادين، أما الاتجاه الأول هو الانهيار المعنوي لمنظومة سكان متكاملة، أو إزالة المخاطر النفسية من قبل الإعلاميين في القطاع السكاني. من خلال انهيار المنظومة المتكاملة، من خلال بث الدعايات والأعمال الدعائية النفسية على سكان أي محافظة أو مديرية أو منطقة أو كيان. وفي الجانب الآخر المضاد له كذلك التثقيف الإعلامي الصحي في المخاطر العدائية التي تحدث سواء كان في الجانب الأوبئة أو غيرها. الدكتور جمال مذيب مدير عام مكتب الصحة والسكان ذكر عدد من أهداف الدورة، ومنها إعادة أحياء دورة التثقيف الصحي بالمحافظة. يعقد اليوم دورة تدريبية لمسقي ومشرفي مشرفي التثقيف الإعلام الصحي بالمحافظة في المحافظة بالمديريات ال 11 مديرية. الهدف من هذه الدورة التدريبية هي إنعاش وأداء ودارة التثقيف الإعلام الصحي بالمحافظة لمجابهة الجائحات المنتشرة هذه الأيام، وهي الإسهالات المائية والملاريا وحمى الظنك، بالإضافة إلى إنعاش وتحفيز المواطنين لإحضار أولادهم للتحصين الصحي الشامل، حيث رأينا بالضرورة مكان أن نحيي دور تثقيف الإعلام الصحي لما لمسنا من هناك يعني بحاجة إلى تثقيف المواطنين بالمعلومات التي يجب أن يتخذونها في مكافحة الإسهالات والملاريا وحمى الظنك. وفي الدورة التي حضرها وكيل المحافظة عبد العزيز الحمزة ومدير عام التربية والتعليم الدكتور وضاح المحوري ومدير عام الأوقاف الشيخ فهمي برادع والأمين العام لاتحاد نساء اليمن عديلة الخضر ومدير عام الخدمة المدنية عيشة غالب ومدير الإعلام الصحي ناصر شيخ، تحدث مدير عام مكتب الإعلام بالمحافظة الدكتور ياسر بعزب عن شراكة مكتب الإعلام والإعلاميين بالعاملين بقطاع التثقيف الصحي. مكتب الصحة والشراكة مع مكتب الإعلام في مجال التثقيف الصحي والعاملين في مجال التثقيف الصحي بالمديريات، هذه الدورة النوعية التي من خلالها سيتسم عدد من العاملين في مجال التثقيف الصحي المهارات في مجال الفنون الصحفية وأيضا التثقيف الصحي، وتأتي في إطار التأهيل والتدريب على مستوى المحافظة. بعد ذلك قام الأخ المحافظ بالزيارة لمستشفى زنجبار ومركز مكافحة الملاريا، وطاف في مراحل المشروع المختلفة الذي تنفذه منظمة الصحة العالمية، كما زار الوحدة الصحية النموذجية بمنطقة الشيخ عبد الله، حيث ناقش الأخ المحافظ احتياجات الوحدة الصحية مع مديرية الوحدة الأخت وجدان العوش. وتفقد الأخ المحافظ أيضا أحوال المواطنين بمركز المحافظة ومنطقة دهل أحمد، حيث وجه بالبدء بالعمل بمشروع الوحدة الصحية المتعثر. رافقه في الزيارة مدير أعلام أبيان الدكتور ياسر بعزب ومدير عام مكتب الصحة والسكان عبد القادر بجميل ومدير عام مديرية زنجبار نبيل النمين. لقناة عدن الفضائية ردفان عمر. التقى محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج بن سالمين البحسني، التقى رئيس وأعضاء جمعية حضرموت للموسيقى والتراث الغنائي بحضور عدد من كبار الفنانين ضمن اللقاءات الرمضانية مع مختلف الشرائح الاجتماعية.
وتبادل معهم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أهمية الفن والتراث الفني الحضرمي ودوره الفاعل والمؤثر في المجتمع، مشيرا إلى أن الفن ثروة كبيرة وكل قضايا الفنانين ستحظى بالاهتمام من قبل السلطة المحلية بالمحافظة. وتعرف المحافظ على أنشطة الجمعية والوسط الفني بحضرموت والأفكار والخطط التي ستنفذ خلال الفترة القادمة. دشن مدير مديرية القبيطة بمحافظة لاحج عماد غانم مشروع الدعم الطارئ لتحسين سبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفا في اليمن، والذي يستهدف أكثر من 4000 مزارع في المديرية بتمويل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بالتنسيق والشراكة مع وزارة الزراعة والري اليمنية. وأوضح مدير القبيطة أن المشروع يستهدف المزارعين ممن تضررت أراضيهم الزراعية العام الماضي بسبب السيول الموسمية وجرفت مئات الأفدنة منها، وخسر المزارعين الكثير من أراضيهم والزراعة الموجودة فيها، مشيرا إلى أن الكمية التي سيتم توزيعها في هذا المشروع تصل إلى 100 طن من بذور اللوبيا والدخن. وزعت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية الرمضانية على الأسر الأشد فقرا وذوي الدخل المحدود في مديرية جردان بمحافظة شبوة. وشملت المساعدات 800 سلة غذائية شاملة الأصناف الرئيسية للغذاء بمعدل 67 طنا، والتي استفاد منها 5040 فردا. وثمن سكان المديرية جهود دولة الإمارات وما تقدمه من مساعدات غذائية والتي ساهمت في التخفيف من معاناتهم التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية. حققت محطة الحاويات بميناء عدن زيادة بنسبة 10% في معدل مناولة الحاويات خلال الثلث الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأظهرت إحصائيات رسمية صادرة عن مؤسسة موانئ خليج عدن أن عدد الحاويات المتداولة خلال الثلث الأول للعام الجاري وصل إلى 146,975 حاوية نمطية، فيما بلغ عدد السفن الواصلة للميناء في نفس الفترة 58 سفينة. وبيّنت الإحصائيات أن حركة الملاحة في الميناء ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم بفضل التسهيلات والخدمات التي تقدمها المؤسسات لخطوط النقل الدولية الزائرة لميناء عدن. اختتمت في نادي الوحدة الرياضي بمديرية الشيخ عثمان محافظة عدن البطولة التنشيطية الرمضانية للعبة الكاراتيه لفئة البراعم والأشبال والناشئين التي أقيمت برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري ووزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري وإشراف مكتب الشباب والرياضة وتنظيم اتحاد اللعبة بعدن بمشاركة اقتصرت على أندية الميناء والوحدة والشرارة اللحجي تحت شعار لا للمخدرات. وجرت المنافسة بصورة مثيرة وقوية بين لاعبي الأندية المشاركة، وجاءت النتائج العامة بفوز الميناء بالمركز الأول، ثم جاء الشرارة بالمركز الثاني، فيما احتل الوحدة المركز الثالث. وفي ختام البطولة تم تسليم الكؤوس والميداليات والجوائز المادية للأبطال. فاز فريق نادي الشعلة الرياضي على فريق حبيل جبر في مباراة الافتتاح التي أقيمت في ملعب الفقيد العلواني بالمنصورة. وحقق فريق الشعلة فوزا كاسحا على فريق حبيل جبر في افتتاحية بطولة الفقيد علي محسن مريسي بنسختها 25 التي تقام برعاية وزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري وتنظيم اتحاد الكرة بعدن. وانتهت المباراة بفوز الشعلة على فريق حبيل جبر بثمانية أهداف دون أي مقابل. حضر افتتاح البطولة وكيل وزارة الشباب والرياضة لشؤون الرياضة خالد صالح حسين ومدير مكتب الشباب والرياضة بعدن نعمان شاهر. انتهت النشرة، تذكير بالعناوين. بلادنا تدين العمل التخريبي الذي تعرضت له 4 سفن شاحن بالقرب من المياه الإماراتية. ميليشيا الحوثي الإنقلابية تفشل في تحقيق أي اختراق في جبهة حجر غرب محافظة الضالع.
افشال هجوم للميليشيا في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء جنوب صعدة، وطيران التحالف يستهدف الحوثيين في محافظة حجة. مشاهدي الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى أختام نشرتنا الإخبارية في هذه الليلة. نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة. حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير. إلى اللقاء.